روحها. الناس راه بتسمع القرآن، بتلدد بالقرآن، بتصفي الأقدام بين يدي الله عز وجل، لأن أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فالقصد إخواني الكرام أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم هذه الليالي المباركات بين يدي الله تبارك وتعالى. فحري بالمسلم أن يصبر وأن يقوم لله تبارك وتعالى، لأنها ليال معدودات. الله تعالى قال أياما معدودات، سرعان ما تنقضي، سرعان ما تنقضي. عندك تعجز، عندك تقول رانا عيان، تمشي مور العصر تلعب ماتش والتراويح تقول عيان، اش بغيتي انت شي ماتش؟ ها تيمشي الانسان تيتشغل بامر اقل ما يقال فيه في شهر رمضان انه مكروه، اقل ما يقال فيه انه مكروه، ماش نقوله مباح، مباح ما بقاتش. وتيجي في الاخر تولي تتعجز في التراويح، اما انه يصلي جوج ركعات ويخرج، اما يصلي اربعه ويخرج، اما ما يصليهمش كاع، اما يصليهم ويبدا تيشكي على الامام ويطول الامام، هو مصلي بجوج ايات ثلاثه يقول يطول، يزيد تاواتي يكمل على اللي خص. اياما معدودات اخواني الكرام، لا تغبنوا في الايام المباركه والله. قوموا لله عز وجل، واذا سهرتم بالليل سهرا خفيفا لا طويلا فاملأوه بطاعة الله، املأوه بذكر الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحوا واحمدوا هللوا كبروا حولقوا من هذه الأيام. تفرقوا على التليفون شوية، تفرقوا تدخل بعض المرات فيسبوك تلقى كل شيء طالع عليه ديك البورة الخضراء، كل شيء داخل